فوق صفحة مياهه الصافية، وعلى جانبيه يختار المصريون نهر النيل كمتنزه أساسي للاحتفاء بالأعياد المختلفة، بخاصة أعياد الربيع، للاستمتاع بنسائم تداعب مياهه وشواطئه. لذلك استعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لاستقبال الأعداد الكبيرة من المحتفلين بأعياد الربيع بتكثيف الوجود الأمني على طول مجرى النهر وتوجيه الحملات الأمنية للتأكد من مدى مطابقة مراكب التنزه لاشتراطات الأمان. خلال الحملات التي يشنها رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، يتم فحص المراكب النيلية للتأكد من مدى وجود وسائل الأمان المناسبة والتراخيص، مع التشديد على الجميع بعدم استغلال الإقبال الكبير للاحتفاء بأعياد الربيع في زيادة الأحمال على المراكب، وإلا تم سحب التراخيص، وبما يهدف إلى حماية الأرواح. الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين المحتفلين بأعياد الربيع بمجرى النيل وعلى شاطئيه ممتدة خلال الاحتفال بعيد الربيع، ومع الكثافات المتوقعة من المواطنين لضمان سلامة مرتادي النهر لاستمتاع بأجواء ربيعية خلابة، فالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات هم حراس هذا النهر الخالد.